السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة ثانية بكالوريا. أول درس غادي نشوفه في الرياضيات هو الدرس ديال ليميت اي كونتينيتي، وديجا راكم شفتوا لي ليميت في السنة الأولى بكالوريا في آخر معهد الجائحة هذه، في آخر دروس اللي كنتو شفتو، دونك كاين كاع اللي ما وصلش ليها، دونك اللي توفقوا وصلوا ليها مزيان، يعني الدراسه كيفاش كنحسبوا النهايه، كيفاش كنكالكيو لي ليميت، شفنا لي زاستي، شفنا لي تكنيك، كيفاش كنتعاملوا مع هاد، كيفاش كنديروا لي كالكول ديال لي ليميت. دونك اول حاجه غنحاول نبدا بها هو اشكال اللي هو بسيط ولكن تغفلوا عليه التلاميذ، اللي هو كيفاش ندرسوا الاشاره ديال واحد الحدوديه اللي كتكتب على شكل اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. دونك هي اول حاجه غنبدا بها، عاد من بعد نمشيو نشوفوا نذكروا بلي تكنيك كالكول، نشوفوا كالكول ليميت نكالكوليوهم ونعرفوا نحددوا لونسومبل ديفينيسيون، ابخي ندخلوا للدرس ديال لا كونتينيتي. صافي، دونك الفقره الاولى اللي غنبدا بها هي كومون ايتوديي لو سيني، باردون، لو سيني دان بولينوم كي سيكري sous la forme de ax au carré plus bx plus c. Donc, c'est le polynôme avec a, bien sûr, ça se compte différenciant. Donc, dès que c'est le polynôme, je vais vous dire le signe idéal, alors c'est le tableau que j'ai mis. Avant la chose, il faut résoudre l'équation. Donc, il faut résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Ou la résolution de l'équation, ben je consomme le discriminant. Discriminant delta, l'équisawina b au carré moins 4ac. Le discriminant, je fais 5e année. دونك ها هو شفناه في 5 اني وشفناه في 6 اني، ولكن اول مره كنشوفوه شفناه في 5 اني، دونك في الجدع مشترك علمي. دونك ديسكريمينون فاش كنحسبوا الديسكريمينون، عندنا ثلاثه الحالات نقدروا نصادفوهم، كاين الحاله الاولى والحاله الثانيه والحاله الثالثه. دونك لو سيني ديال الديسكريمينون، سوا ديسكريمينون ستريكتومون سوبيريور ا 0، سوا ديسكريمينون دلتا ايتيغال ا 0، سوا discriminant strictement inférieur à 0. Donc, il y a 3 cas qui nous permettent de nous faire. Bien. Quand la si delta est strictement supérieur à 0, je vais vous dire delta comme 0, je vais vous dire que le modèle est un peu plus important. Donc, l'équation admet deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes, les homas x1 ou x2. Ou l'expression de l'homme, quand on a déjà, on a déjà, les homas moins p moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta, pardon, comme on a dit, on a moins b moins racine de delta sur 2a. Ou x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Bien. Donc, ni kalqaw delta kbar min 0 kanstanjou b'anna had elmoadala laha hallayn. Donc, ou ila kant had elmoadala laha hallayn, donc min hna nqdou nstanjou l'ishara dial had l'hudoudiya. Le signe de cette polynôme. Donc, kandirou tableau de signe. Tableau de signe. Tableau de signe chez Goulia. كنحطو لونسومبل ديفينيسيون اللي هي موان لانفيني، بولينوم كتكون معرفه في موان لانفيني بلس لانفيني، وكنحطو هاد الاكس ان وهاد الاكس دو، هاد لي سوليسيون كيتسماو دي غاسين، راه شفنا هادشي في السانكيام. فوالا كنحطو الغاسين اكس ان والغاسين اكس دو، كنبداو بالصغير الكبير، دونك حنا ما عرفناش شكون الصغير والكبير، دونك فاش كنديرو لي كالكول ديالنا وكنشوفو شكون الصغير. دونك اكس ان اكس دو هنا لي فالور دو اكس، وهنا غادي تكون لو سيني ديال ا اكس او كاري plus bx plus c. مزيان، دونك هنا كتنعدم ليا هاد الحدوديه. واش نقولوا هنا العكس ديال الاشاره ديال ا، دونك فاش كنمشي نشوف البولينوم فين هي البولينوم ديالنا، ها هي
ax au carré plus bx plus c. Le sin de a, donc on a qu'à dire l'opposé de a. Donc sin opposé de a. Donc qu'à dire le sin opposé de a. Donc l'ichara sera ma casse-pêche mienne. Donc sin opposé de a. Donc entre les racines, qu'à dire le sin opposé de a. Donc ax l'ichara de a entre les racines. Ou on a qu'à ce qu'on sin de A, ou هنا سيني دو A. هادشي راه ما صعيبش ولكن كيتنسى، هذا هو الإشكال، هو أنه كيتنسى. مزيان، دونك حنا كملنا بالنسبة للحالة ديال الدلتا كبر من صفر. وإلا بغينا نفاكتوريزيو مثلا، بغينا نفاكتوريزيو، دابا كنا محتاجين أننا نفاكتوريزيو هاد ليكسبرسيون أ إكس أو كاغي بلس بي إكس بلس سي، وحنا عرفنا لي غاسين. سهل، دونك بالنسبة للفاكتوريزاسيون، راه غادي نكتب بأن هاد الأ إكس أو كاغي بلس البي اكس بلس سي راه غادي تساوي ليا هذاك الا فاكتور دو اكس موان اكس 1 فاكتور دو اكس موان اكس 2. هذه هي فاكتوريزاسيون ديال هاد الاكسبرسيون. مزيان، دونك حنا سالينا بالنسبه لدلتا سوبيريور strictement supérieur à 0. Donc, on va voir que le delta est égal à 0. Donc, quand delta est égal à 0, donc, on va voir que ce qu'on a fait, c'est que le delta qui est égal à 0. Parce que le delta qui est égal à 0, on va voir que le modèle est égal à 0. Donc, l'équation admet cette équation admet une seule solution. كان كتب بزربة شي شي ولكن المهم هانتو ما سمعونيش نقول ياك سو سوليسيون اللي هو نسميوه مثلا اكس زيرو اللي هو التعبير ديالو حنا حافظينه هو موان بي سيغ دو زاب صافي. هاد ليكسبرسيون كيخلينا نعرفوا الاشاره. دونك ان فوا كان لقى دلتا كتساوي ليا زيرو تنقول بان جدول الاشاره ديال هذا غادي يكون هكا الطابلو تسيني موان انفيني بلس لانفيني. واصلا هاد المعادله هاد 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 البولينوم في هاد الحاله فاش كتكون دلتا ايتيكال زيرو كيكون كيساوي ليا كيكون عندي حل واحد دونك كتنعدم ليا في واحد. دونك هنا هاد ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي مالها اراه ما كتغيرش الاشاره ديالها وكتكون اشارتها هي اشاره ديال العدد ا. دونك كنشوفوا هاد ا كي داير الا كان بوزيتيف تنجي لهنا وتنكتب بلس بلس و الا كان هاد الا نيجاتيف كنجي لهنا و تنكتب لموان موان. دونك هنا غنكتب سيني دو ا سيني دو ا. شحال من واحد تيغلط هنا ردوا البال. اتونسيون 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 غادي يجي يقول لك واحد لا سيني دو ا ادروات اي لوبوزي دو سيني دو ا اغوش. لا هذيك تنديروها بالنسبه ل ا اكس بلس بي ايتيغال ا زيرو صافي. بالنسبه للفاكتوريزاسيون بالنسبه للفاكتوريزاسيون غتعطينا ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي اش غتساوي ليا. نعاود نحاول نرجع للسطر غتساوي ليا ا فاكتور دو اكس. حنا عندنا حل واحد اللي هو اكس 0 وباش تولي لنا حدود ديال الدرجه الثانيه كندير لها اوسي 2 صافي. مزيان دونك حد هنا حنا غادي مزيان وصلنا للدلتا انفيريور ا 0. حنا كنعرفوا ان الدلتا انفيريور ا 0 اصلا ليكواسيون نادمي اوكين سوليسيون. سيت ايكواسيون نادمي اوكين سوليسيون. دونك فاش كنقولوا ان نادمي اوكين سوليسيون يعني مجموعه فارغه. حنا ما الغرضش ديالنا بالحلول، حنا غرضنا في دراسه الاشاره. دونك هاد المعادله ما عندهاش حل في اخ. دونك نادمي اوكين سوليسيون دون اخ. مزيان في المجموعه اخ. مزيان دونك يبقى لنا لو سيني طابلو دو سيني اولا الاشاره ديال ديك لو سيني ديال داك البولينوم ديال داك البولينوم ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. هنا غتكون موان انفيني هنا بلس انفيني ما نديرو هنا والو. علاش؟ لان ما عندها حتى حل. مزيان راه ديما تنكتبو سيني دو ا. دونك بحال هادي بحال هادي غير هادي عندها كاين حل وكيكون فروق وهادي ما مفروقاش. دونك سيني دو ا توجور الا كانت ا بوزيتيف ها هي. الا كانت هاد الا بوزيتيف كنجي لهنا وندير بلس. كانت هاد الا نيجاتيف كنجي لهنا وكندير موان. اش كتعني مثلا كون كانت عندي هنا بلس؟ دونك الا كانت هنا بلس اشنو خصني نقول؟
كنقول بان هذه الحدوديه راها موجبه على طول ار، راها ديما موجبه، ما عمرها غتكون سالبه. صافي، نتمنى ان هذه الفقره جد مهمه، وراه فايت درت فيها فيديو، وهنا كنعاودو دابا لانه كنت درت فيديو قديم مي ما عقلتش وقتاش درتو، وما عقلتش شنو ناقشت فيه. المهم حاليا انا كنناقش هذه اهم حاجه، راه ليتود ديال البولينوم كتنفعنا بزاف فاش في دراسه مجموعه التعريف، تحديد مجموعه التعريف، الدراسه ديال الاشاره ديال الحدوديه، كتكون محتاج انت انك تعرف ديك الحدوديه واش موجبه ولا سالبه، سيرتو في ليميت دو هذا. صافي، نقدر نشوفوا واحد ليكزامبل. دونك بالنسبه ليكزامبل غنقولوا ديتيرميني l'ensemble de définition des fonctions suivantes. On va regarder les fonctions. On dit f de x est égal à x plus 1 sur 2x au carré moins x moins 1. On va noter la fonction g de x est égal à la racine au carré de 2 moins 2x au carré plus x plus 1. On va noter la delta, il y a h de x, il y a 2x moins 1 sur moins 2x au carré plus x plus 1. مزيان، دونك لاحظوا مزيان هاد الدوال، راه هنا غنسهل عليه الخدمه فاش غادي ندرس. المهم حاولوا ديروا بوز الفيديو وحاولوا تشوفوا الحل ديال هاد الاكسيرسيس.